بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 94. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل رمز لاسمه بألف ألف، يقول: عندنا أحد الإخوة متخرج من الشريعة ونرجع له ببعض الفتاوى، وقد أفتاني بفتوى وتبين لي بأنها خطأ، ثم كلمني هذا الشخص وقال: تأكد من هذه الفتوى مرة ثانية لأبرئ ذمتي. ما حكم الإفتاء بغير علم، وما حكم الفتوى للناس مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن المسائل تطرح على أهل العلم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يتعمد الإنسان أو يعتمد على رأيه وعلى ظنه من غير علم. وخريج كلية الشريعة يؤمل فيه الخير، أمل فيه العلم أكثر من غيره، ولكن عليه أن يتحرى الصواب ولا يستعجل في الجواب، عليه أن يتحرى ويدقق في الجواب، ثم يفتي السائل بما توصل إليه بعد التأمل وبعد المراجعة للكتب. إذا كان لا يستحضر الجواب أو سؤال غيره من أهل العلم، فعليه أن يتثبت وأن يتحرى، وله أجر عند الله سبحانه وتعالى في ذلك، لأنه يدل حائرا ويهدي مخطئا ومحتاجا لجوابه. وإذا قدر أنه مثلا مثل هذا السؤال أخطأ في الجواب، وكونه يستدرك وينبه السائل أن جوابه يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى تثبت، هذا يدل على فضله وعلى ورعه وعلى مراجعته لنفسه، فهذا فيه خير. وهكذا ينبغي لطالب العلم، إذا صدر منه جواب ثم تبين له أن هذا الجواب يحتاج إلى مراجعة يحتاج إلى تثبت، ثم إنه نبه السائل لئلا يعمل بهذا الجواب، هذا يدل على فضله وعلى حرصه على براءة ذمته وذمة السائل. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الأصول الأساسية في طلب العلم؟ الأصول الأساسية في طلب العلم أن تلتمس من أهل العلم الراسخين في العلم، تلتمس منهم من تطلب العلم على يده، وتجلس بين يديه، تبدأ بالمختصرات تحفظها ويشرحها لك في العقيدة، في الفقه، في الحديث، في التفسير، في التفسير، في سائر العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية. تحتاج إلى أمرين: أولا إلى مدرس حاذق يتقي الله سبحانه وتعالى ويخافه، لأن العالم يغرس فيك أمرين: الأمر الأول الورع والخوف من الله عز وجل، والأمر الثاني العلم النافع. فتلتمس من أهل العلم من تثق بعلمه وبدينه وبعقيدته، وتقرأ عليه ما تيسر من الكتب، لا سيما المختصرات، لأن المختصرات هي مفاتيح العلوم. لأن بعض الطلبة المبتدئين وبعض المدرسين يقرأون في الأمهات وفي الكتب الكبار، وهذه طريقة خاطئة. هؤلاء أتوا العلم من فروعه ولم يأتوه من أصوله. الله جل وعلا قال: وأتوا البيوت من أبوابها. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. العلم لا يؤخذ من أعلاه، وإنما يؤخذ من أصوله ومن مبادئه، ويتدرج طالب العلم فيه شيئا فشيئا، حتى تكون عنده ملكة علمية، تحصيل صحيح وأساس صحيح. أما القراءة في المطولات والخلافات والإنسان على البداية مبتدي في طلب العلم، فهذا أولا أنه لا فائدة من ورائه، بل ربما يضر، ويضر هو يضر أكيد أنه يضر، وهذا غش من المدرس أيضا، هذا غش من المدرس الذي يأتي بطلبة المبتدئين إلى الأمهات والكتب الكبار ويقرؤون فيها وفي الخلاف بين العلماء. لا شك أن هذا غش من المدرس.
الله جل وعلا قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال بعض العلماء: كونوا ربانيين، الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، هذا هو الرباني الذي يربي الطالب على طلب العلم ويتدرج به شيئا فشيئا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. فضيلة الشيخ، هذه الأخت ابتسام تقول: لي أخ مريض نفسي وعنده أيضا اكتئاب ولا يكاد يطيق نفسه، وهذه الأمراض النفسية لازمته منذ صغره حتى استفحلت. بعض المرات يتكلم على والدي ووالدتي بألفاظ قبيحة ويترك بعض الصلوات، ما موقفنا منه وهل تركه للصلاة جائز؟ هذا يجب عليكم مراعاته ومسايرته شيئا فشيئا والرفق به، فإنه مصاب كما ذكرت ولا يترك لا يصلي، بل يؤمر بالصلاة وينبه على ذلك، بين له. وكونه يتلفظ بالألفاظ النابية إذا غضب لا يؤاخذ على هذا، أصبروا عليه، قابلوه باللطف واللين ونشئوه على الخير، أصبروا عليه، لا بد من الصبر ولا بد من التدرج معه في الأمور والرفق به، لأنه مصاب وعنده قصور. يجب عليكم مراعاة هذه الأمور والتلطف معه والرفق به وتعليمه على شيئا فشيئا وتنبيهه على عدم ترك الصلاة، لكن يكون برفق وبلين لا بعنف وقسوة. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: فضيلة الشيخ، قرأت في أحد الكتب ويشاع عند بعض الناس أيضا بأن أرواح الموتى تلتقي مع أرواح الأحياء في المنام، هل ورد هذا في الكتب الصحيحة؟ نعم، هو من أحوال الموتى والله أعلم أنها تلتقي أرواحهم مع أرواح الأحياء وتتكون الرؤية، تتكون الرؤيا في المنام، وهذا شيء واقع ومجرب، وله أصل في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والوفاة على قسمين: الوفاة التي هي مهارقة الروح للجسد بالموت، والوفاة بالنوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، هذه وفاة صغرى، وكل منهما يتوفى، هذا يتوفى الوفاة الكبرى وتفارق روحه بدنه، وهذا يتوفى الوفاة الصغرى بالنوم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت من مصر تقول بأنها حاضت قبل طواف الإفاضة في حجها وسافرت دون أن تطوف للإفاضة، ولها أخ يعمل في الرياض، تقول: هل توكل هذا الأخ وماذا عليها؟ هذه باق عليها طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج ولا يتم حجها إلا به، فعليها أن ترجع مع محرمها، عليها أن ترجع مع محرمها وهي طاهر من الحيض وتؤدي طواف الإفاضة والسعي بعده، ثم ترجع إلى الرياض. وإذا كان حصل عليها جماع في هذه الفترة قبل رجوعها لطواف الإفاضة فعليها الفدية، وهي أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، فترجع وتطوف طواف الإفاضة وتسعى وتذبح الشاة عن الجماع ثم ترجع إلى الرياض. نعم. أيضا لها فقرة أخرى تقول: بالنسبة للتلبية، إذا تركها الحاج نسيانا ما الحكم وما معنى هذه التلبية؟ التلبية سنة ليست واجبة، فلو تركها متعمدا فليس عليه شيء، وإن أتى بها فهذا أفضل. ومعناها التلبية معناها الإقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، من ألب في المكان إذا أقام فيه، فلبيك معناه أنا مقيم على طاعتك، وقيل معناها الإجابة، لبيك أي أنا مجيب لدعوتك، فكل من حج أو اعتمر فهو مجيب لدعوة الله على لسان خليله إبراهيم عليه السلام حينما قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فكل من حج أو اعتمر فهو مجيب لهذا النداء وهذا الأذان، ولذلك يقول لبيك لبيك، أي أنا مجيب لك ومجيب لندائك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ سالم يقول: أسأل عن بعض الأحاديث، ما معنى حديث الأرواح جنود مجندة؟ نعم، فسرها آخر: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وكل نفس أو كل روح تميل إلى جنسها، أرواح الطيبين تميل إلى أرواح الطيبين وأرواح الخبيثين تميل إلى أرواح الخبيثين وتتآلف فيما بينها، يكون الأخيار مع الأخيار ويكون الأشرار مع الأشرار، وهذا شيء ملاحظ، أنت ترى الطيبين يجتمعون وينبسطون وترى الخبث
الخبثاء والمنافقين يجتمعون على حدة ولا يجتمعون مع الطيب. نعم. أحسن الله إليكم. فقرته الثانية يقول: أسمع بعض الناس يردد نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان، في ضوء ما ورد هل هذا حديث صحيح؟ حديث الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة في الأبدان والفراغ، الفراغ لعدم الشغل الذي يشغل الإنسان ويأخذ وقته، إذا الإنسان فرغ من أعماله ولم يكن عنده ما يشغله فيستغل الوقت بطاعة الله. قال الله جل وعلا لنبيه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يستغل المسلم فراغه بطاعة الله عز وجل ولا يستغله باللهو واللعب. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل خالد: هل الأحاديث الضعيفة يستدل بها في الترغيب والترهيب؟ نعم، ذكر ذلك أهل العلم أن الأحاديث الضعيفة يستدل بها في الترغيب والترهيب والموعظة والنصيحة، ولكنها لا يبنى عليها حكم شرعي من التحليل والتحريم، وإنما تذكر للترغيب والترهيب فقط، وبشرط أن يكون الحديث ضعفه قريب، لا يكون ضعفه شديد، لا يكون ضعفه شديد. إذا كان الحديث فيه ضعف فإنه يستدل به في المواعظ والترغيب والترهيب، لأنه لا يترتب على ذلك إلا خير، ولا يؤسس عليه حكم شرعي من إيجاب أو قبول أو تحريم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ من السودان أرسل بسؤال عن التوسل بدعاء الصالحين، يقول: هل هو جائز؟ نعم، والتوسل بدعاء الصالحين معناه أن تطلب من أخيك إذا كان صالحا ويرجى من قبول دعائه أن تطلب منه أن يدعو الله لك، فهذا من التوسل بدعاء الصالحين. وقد توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدعاء العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لما أرادوا الاستغاثة والاستسقاء أمر العباس أن يدعو وهم يؤمنون فدعا وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا تسقينا، يعني في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي نتوسل بدعائه، وإننا نتوسل بعم نبينا فاسقنا، أي بدعائه، هذا هو التوسل بدعاء الصالحين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: هل يقضى دين الميت الذي لم يخلف تركة من الزكاة؟ هذا محل خلاف بين العلماء، كونه يقضى من غير الزكاة لا شك أنه أحوط، لأن الزكاة تبذل للأحياء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين لآخر الآية، فتبذل للأحياء ليستعينوا بها على مهامهم وعلى حوائجهم، ودين الميت يقضى من التبرع. نعم. جزاكم الله خيرا. له فقرة أخرى يسأل عن نصاب الذهب والفضة، وما مقدار ذلك في الصاع النبوي بالكيلو؟ الذهب مقداره، مقدار نصابه 20 مثقال، 20 مثقال، والفضة 140 مثقال من الفضة، هذا المقدار، هذا هو الأصل في نصاب الذهب والفضة، 20 مثقالا للذهب ومئة وأربعون مثقالا للفضة. ومقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم في 4 حفنات مملوءة من كفي متوسط الخلقة، كل حفنة تسمى مدا، الصاع 4 أمداد أي 4 حفنات. ومقداره بالصاع بالكيلو الآن، داره بالكيلو الآن 3 كيلو تقريبا، 3 كيلو تقريبا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، هل مؤخر الصداق يمنع وقوع الطلاق، وما رأيكم في مؤخر الصداق في الزواجات مأجورين؟ نعم، لا بأس أن الصداق يدفع كله معجلا أو يؤجل كله أو يؤجل بعضه ويعجل بعضه، لا بأس بذلك، المهم أن يدفع الصداق للمرأة لأنه حق لها إلا أن تسمح به، سواء كان معجلا أو مؤجلا، ولا يمنع الطلاق، يطلقها، ولكن لا بد أن يدفع المهر إذا كان دخل بها، فلا بد أن يدفع لها المهر وما تبقى منه إلا أن تسمح به. نعم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه أخت سائلة تقول: نذرت أن تصلي 1000 ركعة إن حصل لها شيء يفرحها، وحصل هذا الشيء، فهل لها أن تقضي بعض الركعات في وقت النهي بين العصر والمغرب، وما رأيكم في النذور؟ يلزمها الوفاء بهذا النذر، كان لا ينبغي لها أن تنذر هذا النذر لأنه شاق، ولكن لما نذرت وهو نذر طاعة وجب عليها الوفاء به،
ولا تفعلوا في وقت النهي، يعني وقت النهي منهي عن الصلاة فيها، فلا تدخلوا في النذر، فتعمله في الأوقات غير المنهي عنها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، قرأت عن الاستواء وفي استواء الله على عرشه بأنه علو خاص على العرش يليق بجلال الله تعالى وعظمته، نأمل التكرم من فضيلتكم بإيضاح ذلك. علو الله جل وعلا على مخلوقاته هذه صفة ذاتية، صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، فهو عال على خلقه فوقهم سبحانه وتعالى. وأما الاستواء فهو صفة فعلية يفعلها متى شاء، يفعلها متى شاء، ولهذا رتبت بثم على خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فالاستواء صفة فعلية يفعلها متى شاء، أما العلو فهو صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فهو دائما وأبدا فوق مخلوقاته، عال على سماواته سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول عندي جوال به تسجيل للقرآن كاملا وأدخل به دورات المياه، هل يصح ذلك؟ إذا كنت تخاف عليه من السرقة أو الضياع لا بأس بذلك، وليس هو مثل المصحف، ليس هو مثل المصحف. نعم. أيضا ونحن نتحدث شيخ صالح عن الجوالات، ما زال يعني قضية نغمات تسجيل الموسيقى في الجوالات عند بداية الصلاة تظهر جلية، وقد تحدث في ذلك كثير من يعني أئمة المساجد، وما زال هذا يعني الشر مستمر. الشيخ نرجو منكم توجيه أيضا. حمل الجوال أصبح من ما عمت به البلوى، ولا أحد يستطيع يترك الجوال، فيه مصالح بلا شك، ولكن على المسلم إذا أراد يدخل في الصلاة أن يقفله لئلا يشوش عليه ويشوش على غيره، أو على الأقل يخفض صوت تنبيه حيث لا يسمعه إلا هو، يكون بصوت خافت. ولا يجوز أن يجعل في الجوال نغمات الأغاني أو الموسيقى، وإنما يجعل فيه منبها بصوت غير موسيقى أو غير أغاني. نعم. يقول الشيخ، هل بيع التورق جائز في الإسلام وما صفته؟ بيع التورق فيه خلاف بين العلماء، الجمهور على جوازه للحاجة، والتورق أن تحتاج إلى نقود ولا تجد من يقرضك، فتشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تقبضها وتبيعها على غير من باعها عليك دينا، تبيعها على غيره وتنتفع بثمنها حاضرا، فإذا حل الأجل تسدد للدائن دينه. يشترط فيها شرطان، أولا أن تكون السلعة موجودة في ملك البائع قبل العقد، تكون موجودة قبل العقد، ولا يجوز أن تعقد معه ثم يذهب ويشتريها لك، لا بد أن يملكها قبل العقد ثم يبيعها عليك بيعا صحيحا. الشرط الثاني أن تقبضها وأن تنقلها من مكان البائع، تبيعها في مكان آخر على غيره تنتفع بثمنها. وفي هذه المسألة أسمع الآن بيع الأسهم، يجعلون السلعة الأسهم، والأسهم مجهولة ولا تقبض، لا بد أن تكون السلعة مما يقبض ويحاز ويخرج به صاحبه إلى مكان آخر ويبيعه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول بالنسبة للنجاسة، هل تطهر بغير الماء؟ وهل البخار الذي عند الغسالين وتغسل به الثياب والأكواد مطهرة لهذه النجاسة؟ إذا كان البخار طاهرا وفيه ماء طهور وأزال أثر النجاسة ولم يبق لها عين ولا ريح ولا لون، فإنه يطهر بذلك. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته وشكر لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.